هادو ما كانوش يجي يشوفوه وداو باش هدرت عليكم ما عجبكمش الحال وعمرو لي عجبكم اخاي وباقي تفضلوا يا الغزلان ديال الغزلان. عرفتي انا منظر اخوتي كيفاش عامل؟ قسما بالله العلي الكاميرا ما كتبينش داكشي هو هذاك بحال اللي فات شويه هذاك ما سميت كاين شي وحدين سبحان الله كاين شي وحدين حتى المناطق اللي كنذكر في سميتو المربعه راه يا اخر خارج من بيرو يا اخر خارج كاين شي وحدين ما عجبهمش هذا الموضوع هذا اللي دخل فيه فهمتي راه جاي دورك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني الاعزاء اخواتي صبحتوا بخير مزيانين ضخمين صحيحه كلشي مزيان وداتكم العائله كلشي مضخم نتمنى عند الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبرتوني واحد الجوله ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الطبيعه الله عز وجل في الطبيعه معي ان شاء الله الرحمن الرحيم وغنكملوا الموضوع ديال الفيديو يا اخويا ان شاء الله الرحمن الرحيم خليكم معايا. كاين شي وحدين ما عجبهمش هذا الموضوع هذا اللي دخلت فيه فهمتيني غادي نهضروا عليه حتى هو وشي واحد عيط لي ما نسميه شكون هو قال لي ما كنتيش تقدر تهضر على ما كنتيش زعما تهضر على هذا الشيء هذا واللي فات فات. انا قلت له ماشي سوقك اخاوي ديالي ما عندكش دخل قلت له انت باقي خدام مع راسك فهمتيني قلت له انت راه جاي دورك انت دابا يعملوك شي صابون غير بلاتي بلا ما زعما بلا ما تدخل في الموضوع ديالي ولا انا فهمتي بقات فيا غير الشمسه والسلام فهمتي. المهم خليكم معايا من بعد ونكملوا هذا الشيء هذا دابا نضربوا شي جوله معكم هنايا وما تنساوناش البارطاج واللايك والاشتراك وشي لايك محفز وتحياتي والله ينوركم عند الله والفضل ديالكم ان شاء الله. بدينا شويش القناة بدات كتعرف شويش الله يوفقنا ويوفق جميع المسلمين. المهم خليكم معايا دابا خليكم مع الطبيعه الله المشاكل ما عندنا منها من الناس. تحياتي والله ينوركم. شوف هذا المنظر كيفاش عامل اخوتي هذا المنظر هذا بنادم يصب على المشاكل اين علبوا المشاكل خلينا بالنعم ديال الله. تحياتي خليكم معايا تنزيدو من فوقي ونصور لكم شي حاجه ان شاء الله وشي برد اخوتي داز اليوم راه كلشي كيعرفوا عرفتي في طنجه بزاف المدن المغربيه والشتا الحمد لله طاحت في المغرب كامل طاحت في الجهه ديال تاونه تاهي طاحت شفت واحد خانة تمايا كيهضر عليها. تحياتي للناس تاونس كاملين وفاسا ومكانسا جميع المغاربه فيما كانوا الناس ديال اوروبا الجاليه تحياتي لكم الله ينوركم بنور الله. تحياتي لكم جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خليكم معايا اخوتي قلب لكم هاد الكاميرا تشوفوا واحد المنظر كيفاش عامل في الجهه شهيت تكونوا معايا شوفوا هاد النعم ديال الله العلي حرم منا شي واحد اخوتي والله. تحياتي بسم الله انا اخوتي شوف المناظر كيفاش عامله ما شاء الله والشتا بدات نتمنى عند الله تخليني نكمل لكم غير هذا الفيديو شوف المنظر شوف 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 ما اجملها اخوتي شوف على طبيعه الله عز وجل كيفاش عامله هنايا وباقي في الجهه هذه فوقي في الجهه هذه باقي تبارك الله الخير الخير انا ماشي ديك الجهه زعما صراحه الله باقي واحد الجهه تما كيكون فيها طبيعه مزيانه بصح. المهم خليكم معايا تنشوفوا في ديك الجهه اخرى ان شاء الله شوف تبارك الله المناطق كيفاش عامله والجو الشتاء الله يرحمنا برحمته. المهم خليكم ما تزبيوش مع اخوكم. تحياتي والله يكرمكم اخواني الاعزاء الكرماء عدنا والعود احمد شوف المناظر كيفاش عامله اخوتي ما شاء الله شوف 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 ما اجمل الطبيعه ايوا 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 ما احلى الزمان وجميل خير هذا شوف الدنيا عند ربي هذيك يتمنى بنادم يدوز قدامه يشوفها الحمد لله عايشين فيها اللهم لي الحمد الله يدوم نعمة ويحفظها من الزوال يا رب يبعد علينا الحساد والحاقدين. هو جاي دورك اي بلاتي عليك غير زيد جباوت طلع قنيفة ديالك في السماء فهمتيني مفاجأة جاية ان شاء الله الرحمن الرحيم ما خليش عباد الله كاملة تشفى فيك عرف بن عبو لا شيء
يثبت لك الزمن ان شاء الله الرحمن الرحيم. زيد قنف مع راساتك وطلع في السماء. اخ ان شاء الله الرحمن الرحيم، مفاجأة قريبة ان شاء الله. كنتي اعزائي الكرماء، الله يكرمنا ويكرمكم، هذا كله من فضل ربي. المهم سنجلس في بلاصة اخوتي باش نهضر معكم في موضوع الخدمة لهذاك خانا اللي قال لك ما خصكش تهضر على داك الشيء هذاك. لو سنسينا معاهم ما كنتش النية ديالي حاسبك معاهم، حقني هاي ما هدرتي في هذا الموضوع هذا. إذا تنسينا معاهم، تنسينا كنتي معاهم، تنسينا كنتي كتبركك، تنسينا بلانطو بلانطوس ما عنديش معاهم، فهمتيني؟ تنسينا صدقتي منهم، خليك مع بلانطو ديالك. المهم أنا غنزيد شي بلايصة نشوف شي بلايصة نجلسو نتعاودو في هادشي هذا. تحياتي، خليكم معانا هاد الجمال الطبيعة. شوف منين جيت اخوتي، شوف ضربت واحد 5 كيلومتر ولا 6 وباقي ماشي. كنبعد كنخرج من البلاصة اللي ساكن فيها، بعد عليها ديال التيقار. نكمل لكم الموضوع ديالنا، خليكم معايا تنخرج من هنا. يلقى لي فيها الحر، هادي يلاه كيحر توسي عقب الطرب. شوف شحال باقا الطريق بعيدة، شوف شوف يا الله. حبايب الغزلان خضروا العوينات ديالكم. شوف 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 المنظر، شوف انا نعم سيدي، شوف شوف المنظر كيفاش عامل على الاصفورية جميلة وجبال مسحبة. ما العادي ما اجمل الطبيعة والغابة حداها. يا والله كنت غنمشي لكم من هاد الغابة، راه هي كتبان خباتين فوقي. يا والله ما خفت مشيت عندك شتا وات كل غابة فازقة وكذا والأرض رطبة خصك بولينت. دابا راه جيت غير واحد تصبط أنا نعم أسيدي. شوف شيرين يا عبد ربي، الحمد لله، الله يدوم أنا مالهم وعلى أمة محمد جميعا. تاني مخبى أنايا خوتي نحسب الريح، فهمتي الريح بزاف هنايا، خصني شي جيت الريح في التصوير بزاف. ولهذا غادي نكملوا الموضوع ديال الفيديو يا اخور ديال الخدمه. واحد خانا صيفط لي واحد الميساج قال لي الفيديو راهم شافوه بعد بلانطوط اللي تما، فهمتي راه وصلوا لهم شي واحد تما بلا ما في الميساج، هادشي في الميساج. قال لي راه شافوه ما عجبهمش الحال وكذا وهادي. قلت له عمره اللي عجبهم الحال، قلت له واش قلت فيهم شي حاجه د العيب؟ ها واش ماشي بلانطوس كتبت عليهم ملي كانوا كيقايلو كيشريو لي تمايا بخمسة بيهم؟ مشي عندهم، مشي عند الباترون، مشي عند مول الجلد، مشي عند المكازا، مشي عند الكونترول، مشي دابا ساعة ما جايين عندي خمسة بيهم ستة بيهم جايين هوادين، لاخر من الإدارة، ياخر خارج من البيرو، ياخر خارج، هادو ما كانوش كيشوفوه. ودابا باش هدرت عليكم ما عجبكمش الحال، وعمرو لي عجبكم اخاي وباقي نهضر عليكم. وهاد الفيديو عاود الا وصلنا شي ميساج ما عجبكمش الحال غنزيدكم ونحط الحروف الاولى من اسمكم كاملين بكم، مثلا سي ا اش كاملين بكم، او الحمال راك عارف راسك الحمال، هز قول مزيان راه بغا رجل وحده تطلع ورجل كتهود، فهمت؟ ديك الرجل اللي باقيه راك صحيحه النهار اللي غتسالات هي غيعملوا لك الصابونه بحال اللي كنتي كتبركك بيا يعني، فهمتيني؟ وتجيب لي موديلات غير مزيونين، كنتي كتهلا فيا تهلا فيا بزاف، حيت كنت عندك عزيز. كاين غير موديلات مزعبطين بياسه خصها 4 الناس يهزوها، ولكن الحمد لله انا اعوذ بالله من قوله انا مقيد بكم اي موديل، فهمتيني؟ والله العظيم واخا تجيب اللي جبتي الحمد لله عندي في الدومين دومين. نهار اللي تعلمتي انا تعلمنا في محلات صغار، حنا تعلمنا مع الشدان مع الناس الصباط اللي كيعرفوا قيمه الصباط، اللي كيبدا الصباط كيبدا من القاع ديالو، فهمتي؟ حتى الاخر ديالو
ومازال ان شاء الله اخوتي مازال ان شاء الله غتدخل الحشويش، انا نخدم معكم داك البريكن ستور، داك تشناكل البريكن ستور كنعدلو. دابا نزل لكم الموديلات اللي معدل، دابا نزل لكم فدي نعدلهم وتشوف الصباط كيفاش من الاول من طقطق السلام عليك. اما نتوما خير فيكم في الصباط ينزلوا قدامه ما يعرفش منين يبدا، شتي تعرف تحساب، تعرف توصل الهضره، تعرف تهز الثقل فقط. باحترامي للناس للصباط كاملين، انا كنهضر على هادو اللي عندي معاهم مشاكل، اللي طلعوا شمايت، اللي كلاو معايا طرد الخبز، كلاو معايا، كلاو معايا الحال كيما كيقولوا الحره والحلوه، كانوا كيجلسوا كانوا صحابي، وانا صحابني الصحاب ديال بصح، فهمت؟ مخير فيهم كلاو شرب معايا، قسما بالله هادو اللي عملوا لي هاد المشاكل هادي مع باترونيت ومع ايمي في ميجي. بن عبو، بن عبو ما بغاش يخدم، بن عبو ما عملش هاديك، بن عبو ما عملش هاديك، ما عرفش هاديك، بن عبو ما عملش هاديك. الله يا خي، الله يا خي، واخا تكون شركة دبابك، إذا كانت شركة دبابك وما تعملش هاد الفايل هاد الحالة هادي يا صاحبي، الله يهديكم. عوطوا راسكم أصاحبي وخليو الناس تخدم على ولادها، خليو وحدين خرين يخدموا، حنا عارفين. عارفك انتينا، انتينا كتقال كتحمل هادي 10 سنين وانتينا خدام تما، اي انا خدمت معاهم 5 سنين ونص ولا 5 سنين هاد الشركة هاد الاخريات، انتينا جيت جبرتك تمايا انا، شحال كنتي خدام؟ هادي 10 سنين دابا، ومن 10 سنين اللي انا صاحبي ولا 7 سنين ولا 8 ربما، المهم عنده كثر مني انا، انا جيت جبرتو تما، الى عندهم 7 سنين حتى 8 سنين، لكن وشحال كيعطيو اخوتي؟ كانوا كيعطيو 10 دراهم. 10 دراهم وصلوها له اخر مره، فاش وصلوها له وصلوها له 13 درهم وقيل، وتتم الدوله ما كاينش. استخدمتي انا 16 10 سنين صاحبي، واخا تكون كتحبوا، وهيداك ما كيقدروش يهضروا، داك الضغط النفسي ديالهم داكشي كيبردوه في الخدام، حيت دابا هاد الناس هادو وقفوهم داروهم مسؤولين علينا، فهمتيني؟ مثلا انتينا كتسخر لهم انتينا هادي بحقي وصل الهضره، فهمتيني؟ اي حاجه كتوصل له، وما كيعزو داك النوع اللي كيوصلوا الهضره اي حاجه، شتي تهضر غير صاحبك بينك وبينه، ولكن دايس قدامك وسمعك كيفاش يقول هذا. ديك البلوه اللي بداوهم بداك الشيء ديال بلانطوس، ولاو كيشكوا في بعضياتهم، وما قسم بالله كتشوف شي منظر بحق لا اله الا اخوت، شوف شي مناظر تما وكتقتل بالضحك، اشي درايب غير مع بعضهم، عرفتي؟ هما كيتلاقوا كيشعلوا على بعضياتهم، هما خمسه بيهم تما، كيهضر مع صاحبه يمشي صاحبو يجي عند اخر عاود يهضر في صاحبو، فهمتي؟ هما هيداك يقيل، وداك المرض اللي فيهم هما ولا في عباد الله كاملين، اي واحد شافوه عمل شي حاجه كيمشيو فلان عمل، فلانه عملت هادي، او شحال الدراويش مساكن تما تعداو عليهم في ديك الخدمه، قسما بالله اخوتي، والله داك الذنوب ديال داك الدراويش اخوتي، كاين اللي ما تخلص سمح في خلاص ديالو مشى في حاله. اما في الاعياد ملي كيقرب هيدا العيد الكبير ولا العيد رمضان، والله لا شبرتي شي فلوس، النص كتشبرو مثلا والنص كي هو، تصور انت العيد الكبير مجيف ما عندكش باش تشري العيد الكبير، ويعطيك هو 100 درهم مثلا، يعطيك 2000 درهم ويشبر لك الباقي، تا ترجع، وعمري انا نرجع اصاحبي، يعطيني فلوس ديالي، علاش غنرجع انا؟ وما عجبنيش نرجع، علاش غنرجع؟ يلا قول لي علاش غنرجع لعندك، على زينك ولا المعامله ديالك؟ خدمنا مع الناس اصاحبي الله العظيم باترونيت، واقسم بالله الى طوبه السكر الناس صعب، ونصارى شي نصارى، ونصارى كنت خدام مع نصارى، نقسم بالله الا كان كيجي كيدخل على الباب ان شاء الله شي كيجي كيجري ويدرعني، سبحان الله صاحبي، حنا العرب ديالنا ما عرفناش هذا الحقد وهذا الحسد اللي فينا، ما عرفناش منين جبناه، خدام ما كرهوش يذبحوه مره، ما يبقاش الخدام يذبحوه، ما كرهش تخدم معاه باطل، ما يخلصك ما والو. اما في خلاص ديال الضمان الاجتماعي خلاص دائما دير 3 ايام 4 ايام 5 ايام دائما، اش من خلاص واش من ملي كتمشي تشري شي دواء وتدفعه ولا كتجبرو 100 مره، الا خسرتي 70000 كيرجعوا لك، اقسم بالله واحد المره مرضت واحد رمضان فيها 800 درهم، فاش دفعت المسائل ديالي لسينيسيس باش يعوضونا زعما ينقصونا خويا يجيبونا شحال رجعوا لي 120 درهم، يلا 120 درهم تينا ترجع لي، ملي سقسيت قال لي خلاص اللي كيخلصوا عليك ديال التأمين الصحي
قال لي ضعيف بزاف، فهمتي؟ قال لي ما ينفعكمش والو، مقسولين مره. ايوا حسبنا الله ونعم الوكيل وكافى. المهم هذا الموضوع هذا غادي نشدوه هنايا، وباقي شي واحد يبقى يصيفط لي شي حاجه ولا يحفر على شي حاجه غنتقرع عليكم كثار وكثار. تحياتي، خليكم معايا اخوتي، الله يكرمكم وينوركم، واجتهدوا مع اخوكم الله يرحمكم الوالدين. تحياتي، راني مخبي في واحد البلاصه، على الله يكون غير الصوت واضح هنايا حيت البرد اخوتي والجو الشتاء، والله يرحمنا ويرحم امه محمد جميعا. تحياتي، والله ينوركم، وبارطاج ما تنسوناش، والحاقدين الله يقتلهم في حقدهم. تحياتي، وتهلاو في راسكم، ماشي غنسالو الفيديو، لا باقي فيديو شي حاجه. تحياتي، يلا خليكم معايا. يا الله، شوف فيه مخشي، شوف فيه كنت مخشي. هانتوما اختي، شوف لا غابه مورايا، كامله غابه راهي تما. دابا انا مخبين هنا من الريح، داكشي علاش تخبى هنا في هاد البلاصه، حيت هنا الريح بزاف، داكشي علاش تخبى انا اختي. كنت طالع فوقي، ديك الكوديه فوقي، ساعات من الريح بزاف، ولهذا غنرجعو لهاد الجهه هادي الشتا ما جا، ونختم لكم فيديو في هاد الجهه هادي ان شاء الله شي بلايص مزيونين. تحياتي. تفضلوا يا الغزلان، عند الغزلان الورود، نهديو لكم هاد الورود ديال الورود. تحياتي لكم، كبيركم وشيخكم وصغيركم وبناتكم، الله يحفظكم وينوركم. اش درنا شي لغه عربيه هنايا، خلينا في الدارجه الجبليه اولا الدارجه العروبيه. تحياتي لجميع المغاربه من طقطق، السلام عليكم. تفضلوا، غطيو جيون نعطيكم وجه الشرف، ما عندكم ما ديروا بابا. لقد هرمنا اخوتي، هرمنا. تحياتي، الورود، وجوه الورود. الله، عرفتي على المنظر اخوتي كيفاش عامر، قسما بالله العلي، الكاميرا ما كتبينش داكشي هو هذاك، بحال اللي بنادم يجي يدا ويشوف عينو على منظر كيفاش عامر اخوتي. فوالا هادي من واحد النعمة فيها، الله يدوم نعمة ويحفظها من الزوال. شوف الناس بحثو الجلابة، الجلابة بحال ديك الجبالة اللي كيرعاو المطر فهاد شوية هاديك، بلا ما نسميها. كاين شي وحدين سبحان الله، كاين شي وحدين تا المناطق اللي كنذكر في سميتو كيقول لك الخواري اش كتذكر المنطقة ديالنا، تقول شدو كسبالو في اسمو كاملة، منطقة كاملة. الله يديم أخلاقو صافي، الله. ماشي كلشي يعني، بعض الناس العقول المربعة، حاول تعوض راسك، الله يرضي عليك، رجعو مستقيم ولا مثلث، بقى مربع بزاف راه يخرج عليك، بقى شي لا حول ولا قوة إلا بالله. الله إلا قال لك المنطقة ديالنا، وارا هادي المنطقة ديالنا، دير راس المربع، عوض راسك، قال لك المنطقة ديالكم، منطقة الله عز وجل. الطاقة ديالك الله مسخرها ليك تما، معيش فيها صافي وسيد الله، كاين لا ديالي ولا ديالك ولا الشي اللي عندك عطيه لك الله، كاتبولك هذا كيجي واحد النهار غيزولو لك والله ما تشوفو. شوف شحال من الاطوان، الاطوان ديال الناس مشاو فينا، واخا داو معاهم هادشي هذا، داو معاهم معاملة وكلمة طيبة وابتسامة في وجهك، اخيك صداقة وبزاف ديال انا كيصبوا عليك بحال اللي كيصب عليك، كيشوف عزراء الله يحضر السلام، ماشي كيشوف هادشي. هادشي غريب، هادشي والله العظيم غريب، اللي كنعيش في هاد العالم. اخ ما بقى يسول على اخ، الجار ما بقى يسول على جارو، كيشوف واش جبتي واش دخلتي شني خرجتي، هادشي اللي حاضر. صلوا الله العفو والعافيه، صافي.
المهم خليونا اخوتي والله خليونا نضحكوا مع راسنا، انا قلت كحكحو السالع والله من جات الحاله الطبيعه غادي نفوج على قلبه اضحك على راسك والسالع. لا اله الا الله، تحياتي. المهم خليونا مع نزيدوا شي حاجه اللي هنا اخواني الاعزاء، بلي واحد الدير هنايا غنشوف واش مشي هنا ولا والو. غالبا يكون فيه الماء، مستحيل ما يكونش فيه الماء. انا نعم سيدي، الطبيعه ما نقول لكم شي هضره اخرى، لا شي وحدين كيغير وقال لك علاش كتقولها. تحياتي ما شاء الله. شوف 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 شوف، الله اكبر، ام زابط بالماء خوتي. الله يبارك له فيه، الله يبارك له فيه، الله يبارك له في رزقه. ما ندير واعر اخوتي، لا واعر شو على بير قداش. تبارك الله، هذه قديم اخوتي، سميتو عامل له سطيلة هنايا باش يبغى يشرب ولا عندو الغلبة ديالو يمكن كيشربهم هنايا. المهم خليكم معايا تنختمو الفيديو في ديك البلاصة اللي هنا ان شاء الله، هاد البلاصة خصني نختمها معاكم تما ان شاء الله. اخواني الاعزاء، والله الا تلاقيت واحد العشية ورد دابا مع العادي، شحال انا وياه شفت ساعات انا وياه نخرج لكم نصور لكم شي حاجه في الجهه هذه. والله وانا نخرج فيه هنا سبحان الله، شحال هذه مش السوق عام 2008 خدم معايا وقيل الله على في 2008 حتى هو شرا واحد الطرف الارض هنا بوفراني وسكن قدامي هنايا ديك الكوديان فوق في واحد الرسمه في الجبل تما يسكن قدامي. صراحه سبحان الله، ربي يرحمني كيما يلاقي بنادم كيلاقي. والله العظيم اخوتي ايوا بوفراني خرج فيه هنايا قال لي، وانا ما عقلتش عليه والله ما عقلتش عليه الصراحه. قال لي ماشي انتينا هو فلان، يا انا شكون انت؟ قال لي انا فلان، انا خدمت معاك بلاصه فلانيه بلاصه فاين انا كذا كذا بلاصه في مطعم فلاني. قلت له يا والله الا تقريبا شي جوج ساعات وانا وياه واقفين راضين. وفراني دابا عاد مشى فحالو، راه هو مشى كمل الطريق وانا غنختم لكم الفيديو ديالي هنايا في الجهه ان شاء الله. وتحياتي لكم، الله يلا بوفراني شحال وانا وياه هنايا وتفكرنا الماضي ليستوار ديالنا ايام الجميله. ايوا لالي جي خطي شي واحد اصدقاء اخوتي. اي والله ايوا هذا هو اللي كاين اخوتي. انا نعم اسدي، شوف شوف جماليه المكان، شوف ما احلى الطبيعه. يا اخوتي الاخوان الاعزاء، والله العظيم انا اش نقول لك سبحان الله، ملي تلاقيته ومن اول العيال الله يعمر راسها يعني الناس، سبحان الله العظيم الناس اللي كيدخلوا في الخاطر يعني الانسان اللي كيكون شي واحد كيتعجب كي الكلام ديالو حلو كذا راك عارف. المهم هو دابا الدريوش مشى طلع من الدار ديالو، ساكن هو ويما مسكين هنا، بقى هو ويما يعني باقي ما تزوجش هو مسكين هو ويما ساكن هو ويا، الله يخليها له ويبارك له فيها. ولهذا خوتي غادي نخليكم هنا، تهلاو لي في راسكم، تحياتي. ما تنساوناش في اللايك والبارطاج والمشاركة في القناة، والله ينوركم بنور الله. سمحوا لنا الله يجزيكم بخير، شاء الله حاجة قداش مورايا كتبان في جبل عرفة. الله يطعمنا جبل عرفة يا رب، ويطعمكم ويطعم جميع المسلمين يا الله، الله يوفقنا إليه يا رب. تحياتي لكم جميعا، والله يوقف معكم وقفوا مع أخوكم، ما تنساونا شي ودعوا معنا، يفرج علينا الله وعليكم على أمة محمد. تحياتي، الله ينوركم، الله يحفظكم أخواني المشاهدين، الله يزيدكم نعمة فوق نعمة، ويبعد عليكم الحاقدين والحاسدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحياتي وجولة نهائية. نحن هنا. الله ينوركم. تحياتي.